مساء الرضا، كيف حالكم؟ بعطيكم طريقتي بفرم الكزبرة الخضراء. طبعا اخذ الكزبرة وانظفها تمام مظبوط واخليها تنشف، لازم يعني تنشف يعني مشخل او تخلوها تنشف من المي مظبوط تنشف، وبعدين افرمه ناعم واحطه في علبة وعمل فيها موية وادخلها بالفريز تجمد، بعدين اكسره واستخدمها في الأكل. ممتازة، وتظل خضرة مكانها، ما تفقدش لونها يعني. فجربوها، هذه الكزبرة الخضراء. وبس يعني حبيت أعطيكم هذه المعلومة. إذا في عصا عريضة طلع. شوفوا خلاص زي كده، راح أصب عليها ماء بارد بارد، يكون بارد عشان تتجمد، وتملوها يعني يكون مساوى للماء مش أعلى منه. خلاص خلاص زي كده، شوفوا الماء مساوى له، الماء ما يكونش أكثر، وبس يعني زي كده. حلو كده، وخلاص تدخلوها تتجمد، بعدين تحطوها في تكسروها الحجام اللي تحبونه بعد ما تجمد يعني، وتستخدمونها في الأكل. روعة للإدامات يعني والأشياء يعني أي شيء، بس للسلطات اللي يحط كزبرة في السلطة لا، يعني يكون فيها ماء. خلاص نغطيه ونحطه بالفريزر. وهنا وعافية، إن شاء الله تكونوا حبيتوا دي الفكرة. فين الكزبرة اللي أمس عملته فرمته وجمدته؟ شوفوا كيف يعني عادي أخذ منه زي كده وخلاص يعني أضيفه في الأكل. شوفوا ما شاء الله كيف خضرة كده تفضل، وبس. وأضيفه في ال شوية الآن، بضيف كده شوية وبعدين بزود شوية عشان النكهة تكون أقوى، وخلاص يعني تدوب، هي تدوب أساسا. بس أغطي عليها وخلاص.